نروح مع حضراتكم في هذا الصباح لخدمة من خدماتنا الإخبارية على إكسترا نيوز والأرصاد. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف أيضا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وإلى درجات الحرارة في عدد من المحافظات المصرية. نطمن أكتر على الطقس من دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. يا دكتور صباح الخير ودايما منورانا في هذا الصباح. صباح الخير على حضرتك أستاذ يارا وأستاذ رامي وكل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. طمنينا يا دكتور على الجو الأيام دي مع التغيرات اللي بتحصل، الشبورة اللي موجودة الصبح، ونصايح حضرتك. طبعا هو طبعا يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 2 لـ4 درجات في اغلب محافظات الجمهوريه. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه، الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير خاصه فترات الصباح الباكر. يمكن اليوم الرؤيه انخفضت في بعض الطرق ل 100 متر و50 متر في بعض الاماكن وخاصه في غرب القاهره الكبرى. كمان متوقع غدا استمرار تكون الشبوره المائيه الكثيفه اللي ممكن احيانا توصل لحد الضباب، لحد الضباب يعني الرؤيه الافقيه بتنخفض عن 1000 متر، احيانا الرؤيه بتنعدم مع الشبوره المائيه الكثيفه او الضباب على الطرق، ومستمره طبعا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع تكون الشبوره المائيه الكثيفه بيكون في ساعات الليل متاخر يعني تقريبا 4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس يعني تقريبا حتى الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه الكثيفه بتبقى موجوده معانا. مع سطوع اشعه الشمس بتبدا تدريجيا في التلاشي وتبدا تدريجيا الرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق. ال 72 ساعه اللي جايه الشبوره المائيه موجوده معانا، وقد تصل كمان لحد الضباب في بعض الاماكن، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من الشبوره المائيه. درجات الحراره اليوم اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 2 درجة، عظمى على القاهره الكبرى 30 درجه مئويه، اجواء حاره فتره النهار مائله للبروده خلال فترات الليل خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. فرق في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز 10 والـ12 درجة مئوية. بنشكرك يا دكتور على كل التفاصيل دي، دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.